أكيد راكم فهمتوا من كلامي اللي عندي برشا حكايات، ولا ممكن عندي مع الحكايات، لكن في الحقيقة الناس الكل عندها مع الحكايات، وكما سبق وقلت لكم الإنسان مغروم بالحكايات. حتى طبيعة الطفل اللي فينا الناس الكل كان يستنى نهارة اللي يطل على جده وإلا جداته باش يسمع قصص وأساطير الأولين ويسمع درس يزيد حكمة تحميه في عمره. أما كل ما زادت الحكمة وزاد العمر، كل ما قل الحديث باش تتعلم تحكي لغات جديدة، أما مش لغات الغربة، لا، لغة الفعل، لغة الإبداع والنجاح، وتبدأ تفهم أنه الوقت نعمة ونقمة وانت وفعلك لعل تستاهل، وغدوة فعلك يحكي عليك اللي حبيت تحكيه البارح. أما الحروف متاع اللغة ما كفاوكش. ولهنا أكيد راكم فهمتوني وقت اللي قلت أنه الفعل من حكاية ما كاروش يكون يحكي، وممكن زادة مش كان اللي يتكلم يحكي. تكبر وتستوعب أنه ورقة ملونة مكتوب عليها رقم تنجم تحكي، وبرشا منها ينجموا ينطقوا ويسكتوا كما يحب كسبهم. زمان علات في أصوات اللي لغتهم المال، وممكن هي اللغة المفضلة لسكان العالم، والنهاية السعيدة قلما كانت بلا أموال، لأنه الإنسان يكذب ويخون ويسرق ويخذل، والمظلوم يبقى وحده، يذيع يهبل ويحسن. لكن ربي كبير، واللي عنده حق عمره ما يذيع، واللي خادم على روحه قارب حساب نهار اللي يلقى روحه وحده أقوى من اللي آمن بناس على أساس عمر وطلعوا مرحلة.